السلام عليكم جميع الصديقات والاصدقاء. بغيت ندير معكم واحد البانكيك ساهل ماهل لضيوف الغفله ولا الكوتي هكا للدراري في العشيه. غادي نحتاجو، انا غادي ندير المقادير مضوبله. غادي نحتاجو كاس ديال الحليب كبير، غادي نحتاجو جوج ديال لافاني، خماره حمراء وحده، تيبقى الطحين على حسب الخليط. وغادي نحتاجو جوج بيضات، نص كاس ديال الزيت، والجنجلان. بالنسبه للطريقه ديال التحضير، هاني درت البيضه الاولى، راني درتها في الجبانه. غادي نزيدو البيضه الثانيه، نبقاو نطربو مزيان. من بعد غادي نضيفو ديك نص كاس ديال الزيت. انا درت الزيت شويه زايد حيت غندير الكميه زايده شويه. والكاس الحليب حتى هو مضوبل، هذا كاس طويل تيعادل كاس صغير ديال الحياتي. تنبقاو نطربو صافي. تنبقاو نزيدو المقادير. غادي نزيدو دابا ان شاء الله الفاني، اللي بغى يدير وحده يديرها، اللي بغى يدير جوج على حسب المذاق ماشي مشكل. من بعد غادي نبقاو نضيفو في الطحين بشويه. هاني ضفت دابا جوج، لان ديما تنقول لكم انا غادي نضرب المقادير، واللي بغى يدير كميه قليله تيدير غير وحده، وتيبقى على حسب الذوق. غادي نبقاو نطربو حتى تنحصلوا على واحد الملمس ما يكونش ثقيل ما يكونش خفيف، تقريبا غيجيكم بحال ديال البغرير. من الاحسن الطحين يكون مغربل ديجا من قبل، باش ما يبقاوش ديك الحبيبات، واللي يحس بديك الحبيبات يمكن له يصفي الخليط. المهم هذه الطريقه هذه، وحاولوا تجربوها، راه طريقه زوينه وسهله للكوتي، ومقادير موجوده في كل بيت. غير حاولوا تجربوها بالنسبه للمبتدئات. نوضوا حيدوا عليكم العجز، وحاولوا ديروا واحد الحاجه اللي تفرحكم في العشيه. غادي نضيفوا الجنجلان تيعطي واحد النكهه زوينه، واللي ما بغاش يدير الجنجلان وعنده شي كاوكاو طحون ولا شكلاط فيغ ميسال ولا اي حاجه، المهم اللي يمكن لها تقوت لنا داكشي ديك الخليط. المقله، قبل ما نضيفوا الخليط ديالنا في المقله، غادي نمسحوها بشي شويه الزيت، لان كاين اللي عنده المقله تتلصق. وغادي نديروا المغرفه على حسب واش تقدا ديالنا، واش غنديرهم مواسطين ولا كبار ولا مويان. المهم هاني بديت تنصوبها. غتخليوها حتى تيبس شويه من الفوق، ما يمكن لكمش تقلبوها وهي فازقه، وحتى تقلبوها عاوتاني مره اخرى. راني ديجا صوبت واحد اخرين، غادي نوريكم ان شاء الله، غادي تشوفوهم في النتيجه. ها هما تيديروا بحال البغرير، ولكن ملي تيتقلبوا تيجيو محمرين، تيجيو فنين، تيعطيو واحد الريحه ديال الفاني وديال الجنجلان. ما يمكن لكمش تصوروها حتى تجربوها. فاش تجربوها ديك الساعات غادي ديروا لايك، وغادي ديروا اشتراك، وغادي تشجعوني باش ديما نعطيكم شي حاجه جديده. حنا مبدانا هو المطبخ البسيط، خصنا نشاركوا معكم الحوايج اللي بساط، شي حاجه اللي ما تعرفوهاش وحنا عارفينها، ولا اللي ما نعرفوهاش حنا وانتم عارفينها، ما كاين باس اننا نشاركوها بعضياتنا. ها انتم هكا دابا عاد يمكن لكم تقلبوها، ها تشد راسها. صافي، هذه الطريقه زوينين، تيجيو خفافين. انا درت الخليط شويه خفيف، ان كاين اللي تيديرو شويه ثقيل تيجي بحال اللي تتقطع الكيكه. انا درتو شويه خفيف، لانني فاش نبغيو ناكلوه تندهنو فيه زبيده ولا فروماج ولا عسل، كل واحد والطريقه والكيفيه باش يبغي يتناولهم. صافي، تنبقاو هكذا حتى تنساليو الكميه اللي عندنا كلها، وخليكم معايا حتى تشوفوا النتيجه ان شاء الله.
هكا تيجيو، هكا تيجيو زويونين، وتيجيو غليظين هكذا بحال الكيك. وهادو هما لي كاب كيك ديالنا، تيجيو من اللور بحال بغرير. فاش نقلبوهم هكا تيجيو بهاد اللوين الذهبي مزيون. وهذه شهيوه والله الا تستحق التجربه والمشاهده. حاولوا تجربوها لان مقادير بسيطه وسهله موجوده في الدار، ما تستحق شي حاجه. هكا انا تندردر عليهم العسل والجنجلان عاوتاني، وتنتمنى اللي يوصل معايا لهاد المرحله هذه يدعمني باللايك وبالاشتراك باش نشارك معكم اي حاجه سهله.